بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على موضوع كورنيال كولاجين كروس لينكينج. يمكن ده يعتبر التريتمنت الوحيد المتفق عليه بين جميع الاوفثالمولوجيست في العالم كله كاونلي كيوراتيف تريتمنت تو ستوب ذا باثولوجي اوف كيراتوكونس. اللي هنتناوله النهارده بيزك برنسبلز اوف كروس لينكينج والاوتكم الكلينيكال المتوقع ان يحصل في الحاله بتاعتنا، والاهم من كده هل في موديفيكيشنز معينه نقدر نقوم بيها بحيث تحسن الاوتكم بتاع الحالات اللي هنضطر نعمل لها كروس لينكينج فور ذا مانجمنت اوف كيراتوكونس. بدايه نحب نفهم ان احنا كل حالات الكيراتوكونس اللي هتجي لنا عشان نقدر نبني لها بلان فور مانجمنت لازم نفكر بستبس محدده. اول حاجه بنشوف الحالات دي، هل البيشنت عنده كورنيال سكار، هل عنده فيريسين كورنيا، هل بيستخدم ريجيد لينسز ورغم كده مش شايف كويس. في الحالات اللي زي دي يفضل ان احنا نتجه مباشره للراديكال تريتمنت ان ذا فورم اوف كيراتوبلاستي، ايذر بينيتريتنج كيراتوبلاستي، او الافضل طبعا ان احنا نعمل ديب انتيريور لاميلر كيراتوبلاستي. لو الحاله اللي جت لنا ما تستوفيش الشروط دي، يعني لو لقينا عندها مفيش سكار في الكورنيا والكورنيال سيكنس الى حد ما مش سند قوي، او البيشنت بيستخدم سواء جلاسز او لينسز او ار جي بي وشايف بيها كويس، نبدا ننقل للخطوه الثانيه ونسال نفسنا هل البيشنت ده عنده بروجريشن اوف ديزيز ولا لا. الحالات اللي بيكون عندها بروجريشن خصوصا لو هي عندها جود فيجوال اكويتي سواء بالنضاره او بالار جي بي او بالكونتاكت لينس العاديه او ويكون في توليرنس للكونتاكت لينس، فهيكون المانجمنت بتاعها هو ان احنا نعمل كروس لينك. لو الحالة كان فيها progression وكان الـ visual acuity is not accepted أو الـ patient عنده intolerance for the contact lens، بنعمل cross linking plus another intervention كمحاولة إن احنا نحصل على better best corrected visual acuity، سواء هنعمل PRK أو corneal rings أو phakic IOL أو refractive lens exchange. كل الـ options دي هنتناولها في يوم تاني في المحاضرة الجاية أو اللي بعدها في الـ for keratoconus management، لكن على الأقل في الحالتين دول طالما في بروجريشن either الـ visual acuity is good or not perfect، في الحالتين الـ cross linking يمثل خطوة مهمة في المانجمنت. بعض الحالات بتجيلنا بنلاقي عندها إن disease is not progressive زي ما هنتكلم كمان شوية. في الحالات اللي زي دي برضو بنشوف لو الـ patient عنده good visual acuity في عدم وجود progression، فبنحاول نكنترول الريسك فاكتور زي الـ eye rubbing ونعمل follow up for the patient to detect any progression if any. لو الحالة is not progressive لكن ال visual acuity is not good، فهنضطر نلجأ ل intervention for improvement of the visual acuity either PRK in corneal rings, phakic IOL or refractive lens exchange زي ما اتكلمنا من شوية. لكن طالما هنتدخل بتدخل جراحي لتحسين مستوى الرؤية، فاحنا مضطرين ان احنا نعمل معاها cross linking to stabilize the outcome اللي هنحصل عليه من ال intervention بتاعنا. ده يدل لنا ان احنا محتاجين الكروس لينكينج في الحالات اللي فيها بروجريشن either the best collected visual acuity is good or not good، وفي الحالات النون بروجريسيف لو انا هضطر اعمل intervention in the form of PRK or corneal ring منعا لتدهور الحاله بتاثير الانترفنشن اللي هقوم فيه. يمكن الفيك اي او ال والريفراكتيف لينس اكسشينج مش اساسي قوي ان احنا نعمل معاها كروس لينكينج، لكن في بعض الحالات برضه بنضطر نعمله خصوصا لو حصل بروجريشن due to effect of incision اللي ممكن نعمله. باختصار شديد، فكرة الكروس لينكينج تعتمد على ان انا اغير وضع الكورنيا البيك لوجود الكيراتوكونس. لو قارنا الكورنيا بالكار تايب، الكورنيا فيها كولاجين فايبرز وبينها ماتريكس جلايكايزومين جليكان ومحافظة على شكلها اندر نورمال انتر اوكولار بريشر. لو قارناها بالتاير بتاع العربية اللي فيها فايبرز وستيل وفيها ماتريكس ورابر ومحافظة على وضعها بوجود النورمال بريشر الموجود، في حالات الكيراتوكونس بيكون الكولاجين انتجريتي not enough to keep the corneal shape intact under normal intraocular pressure، وده اللي بيؤدي لبروجريسيف بروتروجن بروجريسيف سيننج للكورنيا وسبسيكوينت irregular astigmatism. فبالتالي هو ده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه في الكروس لينكينج فور ذا مانجمنت اوف الكيراتوكونس. دراسات البايوميكانكس اوف ذا كورنيا ورتنا ان الانتيريور بارت اوف ذا كورنيا هو يمثل السترونج كورنيا والبوستيريور كورنيال استروما تمثل لي سين بارت اوف ذا كورنيا،
نفس الكلام the central area of the cornea is the most strong part and the corneal periphery is central part of the cornea يعتبر هو ده جزء الفراجايل في الكورنيا او الضعيف وقوة الكورنيا بتبقى في البريفرال بارت اكتر لو تخيلنا ان الكولاجين فايبرز ماشي من اللمبس لللمبس فبالتالي الحفاظ على الانتجريتي اوف ذا كورنيا بيكون في البريفري الجزء الوسط من الكورنيا هو ده اللي ممكن يحصل له بروجريسيف بروتروجن وسينينج في الكراتوكونس هو ده الجزء اللي كمان بنتعرفه احنا في عمليات الليزك وده بيفسر لنا الكرنس اوف بوست ليزك ديزيز قوه الكورنيا الستروما الكولاجين مركزه في الانتيريور بارت هو ده اللي بيفسر لنا ليه احنا في الكروس لينكينج بنتارجت الموست انتيريور بارت اوف ذا كورنيا لان دي تعتبر اكتر مكان سترونج فاكتر مكان يتطلب ان انا احاول اثبته واقويه بحيث يوقف البروجريشن اوف ذا كيس. الكيراتوكونس سيمبلي هي نون انفلاماتوري بروجريسيف سينينج اوف ذا كورنيا اتدرست على مدار السنين واتدرس ان الايفكت بتاعها على الهيستولوجيكال ليفل بيكون ان ذا فورم اوف بريك داون اوف كورنيال بيزنت ممبرين وسبسيكونت كاسكيد ايفنت بتحصل اوفر تايم بتاثر على بقيه اللايرز اوف ذا كورنيا وتعمل لي بروجريسيف سينينج اند بروتروجن. يمكن يكون الكيراتوكونس نون انفلاماتوري ده لسه اندر ديبيت حاليا بعض البيبرز بتتكلم ان في انفلاماتوري ميديتورز لينكد للكورنيال بروتروجن في الكيراتوكونس لكن المؤكد ان الكونديشنز باختلاف التفسيرات بتحصل نتيجه دامج للكولاجين فايبرز او ويكنس للكولاجين فايبرز اثناء الكورنيال كولاجين كروس لينكينج احنا بنهدف ان نعمل بونز بين الكورنيال كولاجين لاميلي وبعضها بحيث تخلي الكورنيا مور ستيف ومور ريزيستنت اندر نورمال انتراوكولار بريشر وده كفيل بان يوقف البروجريشن والبروتروجن اوف ذا كورنيا لكن طبعا تكوين البونز واللينكس اللي بين الكورنيا والكولاجين لاميلي وبعضها ممكن يؤدي لان يحصل مور سيننج زي ما احنا شايفين ده تشو موجود في الصوره اللي قدامنا بيفور اند افتر كروس لينكينج ده تشو للكورنيا بره بيشنت بودي لحظه لما هو بقى ستيف وبقى لينكد زي الصوره اللي فوق اللون اللي هو ده لون اصفر بقى ستيكنس اقل شويه وده ما يتخوفناش بس ده يفسر لنا ان الفايبرز بتاعت الكورنيا لما تبقى لينكد لبعضها بتبقى مور كومباكت والمسافات اللي بينها بتقل بتبقى اقوى لكن ممكن الكورني اوفر اول تبقى سنت وعشان كده ما نقلقش لو لقينا سيننج حصل بعد العمليه السيننج ده امر متوقع ولازم يحصل في الحالات السكسسفول فيه. خطوات العمليه مختلفه بين تكنيكس وبروتوكولز متعدده هنحاول نتكلم على الجزء او التكنيك او البروتوكول الكلاسيكال منه للانواع كل عمليات الكورنيال كولاجين كروس لينكينج بنعمل ساتوريشن للكورنيا باي ريبوفلافين وده فيتامين بي 2 وبنعمل ايراديشن للكورنيا باي الترا بايلوت اي والالترا بايلوت اي بيتعرض للكورنيا لفتره مختلفه حسب التكنيك او البروتوكول بحيث يطلع لي اوكسجين راديكالز وهي دي المسؤوله على الفورميشن اوف كروس لينكس بتوين كولاجين فايبرز اوف ذا كورنيا. This ultraviolet ray ليها قدرة إن تعمل penetration للنورمال كورنيا وللنورمال كريستاليدنس بتوصل للريتنا بس بدوزز قليلة بنحاول نأدجست الإنرجي بتاعتها بحيث إن اللي يوصل للعين يكون ليه سيف إفكت وما يعملش destruction ويكتفي بإحداث الإفكت المطلوب في الكولاجين كروسلين. اللي بيحصل إن إحنا بنعمل stimulation of riboflavin to form it أو transform it from stable state into excited state بنسميها single state الأول بعد كده تكون excited triplet stage this will initiate two types of reaction reaction الأول بيكون slow بيحصل at low stromal oxygen concentration the excited riboflavin molecule will stimulate creation of radicals and radical ions both of them together are called reactive species and these reactive species will produce the effect على الجانب الاخر بيحصل رياكشن تاني اسرع شويه بنسميه رياكشن تايب 2 at high oxygen stromal concentration the excited molecule will react directly with the oxygen to produce highly reactive species بدون دخول في تفاصيل كيميكال قوي both of them together will produce cross links between various molecules of the stroma between collagen molecule and between collagen and proteoglycan to produce stiffer stroma than usual اللي بيشغلنا مع كل البروتوكولز في كروس لينكينج الحفاظ على السيفتي
احنا خايفين ان يحصل دامج. وي شود بروتكت ذا اندوثيليا ذا لينس ذا ريتنا. زي ما قلنا ذيس الترا فايلوت راي كان بنتريت ذا اول اوكولار ستراكشر تو ريش ذا ريتنا. وي شود بروتكت ذا ليمبال اريا. الاليومينيشن اريا لازم تبقى سنترد على الكورنيال سنتر. ما نعملش اليومينيشن على الليمبال ستيم سيل لان الالترا فايلوت راي كان بروديوس دامج اوف الليمبال ستيم سيل. برضه اثناء الابيثيليال ريموفال وي شود ريموف الابيثيليام leaving 1 mm of the epithelium at the lambus to protect the lambal stem cell. الابيثيليال ريموفال هدفه ان احنا نوصل دوز اعلى من الالترا فايولت راي بحيث انها توصل للكورنيال ستروم الساتوريتد بالريبوفلافين فنحصل على اعلى ليفل ممكن من الكروس لينكينج مع اقل ضرر ممكن على الاوكولار ستراكشر. من ضمن الحاجات اللي ممكن نلجا لها اثناء العمليه ان احنا نحاول نبص على الانتيريور تشامبر. وجود ريبوفلافين في الانتيريور تشامبر معناه ان حصل كومبليت كورنيال ساتوريشن لدرجه ان هو عدى الاندوثيليوم وصل للانتيريور تشامبر. ونتاكد ان احنا معانا هوموجينس اليمينيشن ذس ويل بروديوس ذا بيست اوتكم. زي ما احنا شايفين في الارقام اللي قدامنا ان كل ما بيزيد العمق بتاع قياس الانتريشن بتكون اقل. يعني احنا عندنا الانتيريور كورنيال سيرفيس الجزء الامامي منها هو اكتر جزء بيحصل له الافكشن بالالترا فايولت راي. وده الثريشولد بتاع الدمج بتاعه بيكون اكتر من اللي بيوصل حقيقي. خوفنا اكتر على الاندوثيليا وزي ما بنلاحظ في الارقام اللي قدامنا ان احنا عشان يحصل دمج للاندوثيليا محتاجين فيري هاي انرجي. وفي الواقع اللي بيوصل للاندوثيليا من الالترا فايولت راي لا يمثل جزء كبير فعلا منها. يعني احنا بعاد خالص عن الثريشولد بتاع الدمج. وكل ما بندخل جوه الانتيريور لين سيرفيس والبوستيريور لين سيرفيس والريتنا الدوز اوف راديشن اللي بتوصل بتكون اقل من 1 على 100 او يمكن 1 على 200 في بعض الحالات من الثريشولد اوف دامج سواء للاندوثيليوم او اللين سيرفيس او الريتنا. ده قلنا للسؤال الثاني. طب احنا ايه الهدف من الريبوفلافين وانواعه وايه فكره السوكينج تايم؟ باختصار الريبوفلافين ده الفيتامينز اللي هو بيعتبر سورس اوف فري راديكال. الهدف الحقيقي منه to make the ultraviolet A dose below the threshold of damage. بمعنى آخر it lessens the ultraviolet A threshold to produce oxidative stress while it protects the ocular structure. احنا بنحط ريبوفلافين لان احنا لو ما حطيناهوش هنضطر ندي دوز ultraviolet A عالية جدا عشان تعمل الكورس بينكينج. والدوز العالية جدا دي ممكن تعمل دامج لان هي هتكون beyond the safety threshold بتاع الاندوثيليوم واللينس والريتنا. فالهدف من الريبوفلافين ان احنا نقلل الثريشولد اللي محتاجاه الالترا فايولت راي عشان تعمل الكروس لينكينج. فبالتالي نوفر بروتكشن للاوكلر ستراكشر من الدامج هاي دوز في الالترا فايولت راي اللي قد نلجا ليها لو احنا بنشتغل من الريبوفلافين. الريبوفلافين اللي موجود في الرايت ما يقدرش يوصل للكورنيا. فيو شود انستول ات دايركتلي على السيرفيس اوف ذا ستروما افتر ريموفال اوف ذا ايبيثيليوم. دي اول خطوه في العمليه. بنشيل 8 مللي اوف ايبيثيليوم سنترد على سنتر اوف ذا كورنيا under topical anesthesia either mechanically or by laser or by alcohol. في بروتوكولز كتير اقدمها هو الدريسدن بروتوكول وهو اكتر بروتوكول درس. بيتم فيه saturation of the cornea by 0.1% riboflavin index strain. النوع الثاني من riboflavin اللي فيه hydroxy propyl methyl cellulose ده ما كانش في الدريسدن بروتوكول. لو هنستخدم الكلاسيكال دريسدن بروتوكول بنستخدم riboflavin dextran every 2 to 3 minutes for a time from 10 minutes to half an hour according to the time needed for riboflavin to appear in the anterior chamber. لو ظهر بعد 10 دقائق هنقف على كده. لو ما ظهرش ممكن نستمر لحد نص ساعه. وبعد كده بنبدا وراها بان احنا نعمل الالتراوايلت اكسبوجر. ايه فكره ان احنا نستخدم ريبوفلافين من نوع ثاني اللي هو ريبوفلافين ام اللي فيه ميثايل سيلولوز؟ ان ده يسمح لنا ان احنا نشتغل ببروتوكول مختلف خالص عن الدريسدن بروتوكول هو الاكسلريتد بروتوكول. ويسمح لنا ان احنا نشتغل ات سينر كورنيا لان هو ما بيعملش سيننج للتشو اثناء الابلكيشن بتاعه. نرجع للدريسدن بروتوكول الكلاسيكال اللي بنستخدم فيه ريبوفلافين دي فور هاف ان اور تقريبا. بنشغل بعد كده جهاز الالترا فايولت راي فور 30 مينتس تو كريت 3 ملي وات بير سنتيمتر سكوير اوف راديشن. The application of riboflavin should be continued في الحالات اللي زي كده. يعني لو انا بستخدم الكلاسيكال بروتوكول بنكمل نحط ريبوفلافين ونشيل الاكسس باي سبونج اثناء الابلكيشن اوف الترا فايولت ان حسبنا نص ساعه تقريبا. وما ينفعش تسيب العين فور 30 مينتس وزود ريبوفلافين ولا هيحصل لها سيفير دراينس. لو الكورنيا سين ممكن نقاد هايبوتونيك ريبوفلافين اللي هو ريبوفلافين بتركيز اقل شويه او بمور ووتر كونتنت بمعنى اصح
بحيث ده بيعمل صمت سويلنج اوف ذا تيشو بيوفركم السن كورنيا. دي اول استراتيجي ممكن الجا لها لو انا بعمل كروس لينك في السن كورنيا، ان انا استخدم هايبوتونيك ريبوفلافين. في استراتيجيز ثانيه ممكن ان انا لو انا عندي بارت اوف ذا كورني از فيري سين، ممكن اثناء الكروس لينكينج استخدم حاجه اسمها كونتاكت لينس اسيست كروس لينكينج، ان انا استخدم كونتاكت لينس واعمل لها سوكينج في الريبوفلافين، بس اختار نوع ما يكونش فيه بارير اجينست الترا فايلوت ري، او ان انا اثناء الابيسيليال ريموفال اي كان ليف سام بارت اوف الابيسيليم جاست فيو اماونت او فيو مليمتر سنترد على السينست بارت اوف ذا كورني، بحيث احمي المنطقه دي من الهازاردس افكت اوف كروس لينكينج لو انا بتعامل مع اكستريملي كورني. وفي الاوبشن الاخير ان استخدم ترانس ايبيسيريال كروس لينكينج. كل من دول ليه مزايا وعيوبه، وده هنتناقش معاكم فيه في المرات القادمه ان شاء الله. ننقل للحاجه الثانيه اللي معظمنا بنستخدمها دلوقتي. نادرا ما بنستخدم الدريسدن بروتوكول رغم فعاليته، لان فكره ان انا استخدم الترا فايولت ري فور هاف ان اور للرايت اي وهاف ان اور فور ذا ليفت اي وفور ان اديشنال هاف ان اور فور ساتوريشن، ده يمثل ستريس بدني ونفسي على الدكتور والبيشنت، فمحتاج ساعه ونص عشان اقدر اخلص العمليه. غالبا معظمنا بنستخدم دلوقتي كروس لينكينج بروتوكول. يمكن التيبل اللي قدامنا يورينا الفروق الحقيقيه بين الاكسلريتد والكونفشنال. في الحالتين بنشيل الابيسيليم. الريبوفلافين اللي بنستخدمه في الكونفشنال كروس لينكينج بيكون ايزوتونيك ريبوفلافين ويز ديكسترين، يعني ريبوفلافين دي. الاكسلريتد لازم يكون ديكسترين فري ريبوفلافين زي ريبوفلافين ام. ميزته ان الميثايلز اللي روز كونتنت اللي فيه وتجنب الديكسترين ما بيعملش سيننج للكورني، فبالتالي ينفع في الحالات الاكسلريتد. الديوريشن اوف ريبوفلافين انستليشن بتكون every 2 minutes for 30 minutes في الكونفشنال، في الاكسلريتد ممكن every 2 minutes for 10 minutes وممكن اكتر حسب الوقت اللي احنا محتاجينه علشان الريبوفلافين يوصل للانتيريور تشامبر. الاجهزه اللي بتستخدم الكونفشنال كروس لينكينج هو الجهاز القديم بيشكا بتاع الكروس لينكينج. دلوقتي في اجهزه كتير قوي اكسلريتد، سواء بيشكا او بيدرو او شركات كتير طلعت اجهزه فور اكسلريتد كروس لينكينج. بوث اوف ذيم بيدليفر التوتال انرجي النهائيه للعين، بس الوقت بيختلف. في الكونفشنال كنا بنستخدم 3 ملي وات فور 30 مينتس، الاكسلريتد في جرعات مختلفه 3 ملي وات فور 3 تو 4 مينت، في 18 ملي وات فور 5 مينتس. كل شركه بتدينا الريكومنديشن بتاعتها، بس احنا ما ننساش ان في حاجات مشتركه في الحالتين. بنشيل الابيسيلين، في الحالتين بنستخدم ريبوفلافين ونقعد نحطه لحد ما يوصل الانتيريور تشامبر. الفرق في نوع الريبوفلافين في الاكسلريتد لازم نستخدم ريبوفلافين ام. والفرق الاخير طبعا الديوريشن، ان في الاكسلريتد كروس لينكينج وي يوز شورت ديوريشن تو ميك ذا بيشنت ريسيف ذا توتال اماونت اوف انرجي، او يمكن احيانا بنضطر نزودها شويه. منتظرين ايه؟ او نقول العين هيحصل ايه؟ لازم نتوقع ان هيحصل ماركت سيننج في البدايه وسترومال هيز، ممكن يحصل سام ترانزيت ستيمنج، فبالتالي معظم الحالات بيحصل لها دروب في فيجوال اكوتي. ده بيكون مقلق للمرضى جدا، ان بيلاحظ ان اول اسبوع نظره قل جامد جدا. نتوقع كده ونشرحه للبيشنت ونقول له ان احنا خلال شهر 80% او اكتر من الحالات بتريزيوم ذا بري اوبرتيف بيست كوركتيف فيجوال اكوتي، وغالبا هنلاقي البنت كام مفيش فيها تغيرات. ولو انتظرنا 3 شهور كل الحالات ان شاء الله بتوصل لبري اوبرتيف بيست كوركتيف فيجوال اكوتي، وغالبا بعد 6 شهور بيحصل ستابيلايزيشن اور ايفن امبروفمنت في معظم الحالات ان ذا فورم اوف امبروفمنت اوف بيست كوركتيف فيجوال اكوتي اند امبروفمنت اوف بنتا كام بارامتر. فالشيء المميز للامور ان احنا لازم نبقى فاهمين وشارحين للبيشنت ان هيحصل ترانزنت دروب اوف فيجن از ا ستارت، ذيس وود بي فولود باي سام ستيشنري كورس اور ايفن امبروفمنت افتر 6 مانث. ده الماضي والحاضر. لو هنتكلم على الفيوتشر، في موديفيكيشن بداوا يفكروا فيها بحيث ان احنا ننهانس الايفكت بتاع كروس لينكينج. بقى متاح عندنا دلوقتي ان احنا نعمل كاستمايز تريتمنت، او ان احنا نكومباين الكروس لينكينج مع اذر بروسيدجر تو امبروف بيشنت فيجوال اكتي. اول اوبشن نزلت ومتوفر في الماركت دلوقتي حاجه اسمها اكسل او فوتو ريفراكتيف انترسترومال كروس لينكينج. باختصار ان احنا لو بنتكلم عن الكيراتوكونوس فيها بروجريسيف سيننج وانا بعمل لها كروس لينكينج فور ستابيلايزيشن، فلازال ممكن ان احنا نعمل اوبشن تاني كريفراكتيف كوركشن. هو بصراحه استخدموه ايفن فور نون كيراتوكونيك ايز، ان احنا وي كان ميك كاستمايز تريتمنت تو برودوس وات وي كول ديفرنشال كروس لينكينج، وي ديليفر هاي انرجي ليفل على الاماكن اللي فيها ستيبنينج وسيننج، بحيث ان الهاير انرجي تعمل فلاتنينج ونوصل لور انرجي ليفل على الاماكن اللي هي اصلا مش ستيب قوي، بحيث ان الفرق اللي حصل يمبروف الاستجماتيزم عند البيشنت.
لو وصلنا لو عملنا كروس لينكينج زي ما بنعمل تراديشنال يونيفورم كروس لينكينج يقدر ان احنا نحصل على ستابلايزيشن اور ايفن يونيفورم فلاتنينج افتر 6 مانثس. في الديفرنشال كروس لينكينج او البيكسل بنستغل الكروس لينكينج دوس بان احنا بناخد توبوجرافي مابل للبيشنت الاي ونوصل انرجي اعلى بكتير قوي للاماكن الستيب وانرجي اقل بكتير للاماكن الفلات. ده يخلي الفرق بين الفلات والستيب اريا اقل لان بيحصل ماركت فلاتنينج فور ذا ستيب اريا وليس فلاتنينج فور ذا فلات اريا تو امبروف ذا ريجولاريتي اوف ذا كورنيا اند تو ديكريز ذا استيجماتيزم. الاوبشن الثاني اللي ممكن نستخدمه هو كريتين بروتوكول. البروتوكول ده باختصار ان انا بدل ما اشيل الابيثيليوم باي هوكي نايف او باي الكول وي كان ريموف ذا ابيثيليوم باي ترانس ابيثيليال بي تي كي ديورينج كروس لينكينج. بمعنى ان انا بشيل كميه ثابته من الابيثيليوم سيكنس اول اوفر ذا كورنيا. لقوا ان حالات الكيراتوكونس بيكون عندها الابيثيليوم سنت على الحته اللي فيها ستيبنج، يعني الكون نفسه الحته البروكلودد اللي فيها ماركت كيراتوكونس الابيثيليوم اللي عليها بيكون السيكنس بتاعه اقل من اليوجوال. لو انا بشيل الابيثيليوم ميكانيكالي فانا بشيل الابيثيليوم بس اب تو باون ممبرين، فبالتالي الابيثيليوم بيتشال اول اوفر ذا كورنيا بشكل منتظم وبعمل الكروس لينكينج التقليدي. في الحاله دي الكريتين بروتوكول بيقول ان احنا لو شلنا 50 ل 60 مايكرون، نقول 60 مايكرون برقم ثابت، فهو هيشيل الابيثيليوم بس في الاماكن اللي ما فيهاش كون، وعلى الاريا اوف ذا كون نفسها هيحصل كون شيفنج، يعني هو هيبدا يشيل مش الابيثيليوم فقط، لا ده هيشيل الابيثيليوم لان هو الثيكنس بتاعه قليل، وهيبدا يشيل جزء من الاستروما كمان، فبالتالي كاني بعمل ابليشن للحتت اللي فيها كون، وده بيخلي لحد ما الكورنيا مور ريجولر. الامر الثاني ان هو بيشيل الباومن ممبرين فبيفاسيليتيت ان الريبوفلافين يحصل له ديفيوجن للاستروما في الحتت اللي فيها سينج. دي اوبشنز يعني ممكن نستخدمها ممكن نستغلها عشان نقدر نحصل على بيتر بيست كوركتد فيجوال اكوسي لحالاتنا اللي بنعملها كروس لينكينج فور ذا كيراتوكونس. ونختم كلامنا بان احنا نتفق ان كروس لينكينج هو الجولد ستاندرد مانجمنت اوف ايرلي بروجريسيف كيراتوكونس. ات انديوس كورنيال فلاتنينج اند كان بي يوزد اولسو تو ديكريز كورنيال استيجماتيزم باي ديفرنت موديلتي تو امبروف ذا بيشنت بيست كوركتد فيجوال اكوسي ان كيراتوكونس بيشنت. اشكركم على استماعكم، نرحب باستفساراتكم في اي وقت، نتمنى ان احنا نتقابل في كورسات مستمره ان شاء الله نستكمل السيريز بتاعه المانجمنت اوف كيراتوكونس اند ديجنوستيك اوف كيراتوكونس في المرات القادمه.